النهارده هو تكريم لذوي الاحتياجات الخاصه. احنا بنعمل احتفاليه كل سنه بالنسبه للاحتفال بيوم المعاق العالمي اللي تقرر له ان هو يكون يوم 13 ديسمبر من كل عام وفقا عالميا. ففي هذا اليوم احنا بنكرم الاولاد ذوي المواهب بحيث ان هو في داخل الشخص ذوي الاحتياجات بيبقى فيه موهبه معينه ما بيدركهاش غير اهليته او ما بيلقي الضوء عليها. الجمعيه بتعمل على مستوى الجمهوريه، فيها العديد من الانشطه، لكن بالنسبه لذوي احتياجات المعاق في اكثر من فئه. اولا في برنامج للتعليم الالكتروني نادي تكنولوجي معمول لمعظم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، برامج تعليميه سمعيه وبصريه. بنحاول ان احنا ندمجه في وسط المجتمع، لان ما هو مش طبيعي برضو ان المعاق، طبعا الاعاقات على في درجات منها، فالمعاق اللي بيقدر يقوم بدور في المجتمع احنا بنحاول نأهله انه يقدر يقوم ويبقى شخص نافع في المجتمع. في حق من حقوق المعاق مهدورة على الاقل الولاد المتفوقين، يعني الولاد اللي هم زي الاسوياء، ما بالعكس ده هم عملوا اكتر من الاسوياء كمان يعني. فانا بتمنى بس ان يهتموا بالولاد من الفئه ديت او يكون لهم مكان لدعم مواهبهم، وبعد كده ان شاء الله هيلاقوا ان الولاد بيطلعوا انجازات رائعه يعني.